مساء الخير للجميع، فقرة جديدة من فقرات قصة لوحة، واليوم مع لوحتي في مقهى تورتوني من إبداع إدوارد مانيه. شاب أنيق ذو شارب يرتدي قبعة عالية، يجلس في مقهى بجوار نافذة مضاءة بنور الشمس. إنه يكتب شيئا ترتكز إحدى عينيه على الأقل علينا نحن المشاهدين. كأس النبيذ على الطاولة، ربما لا يحتوي على بسكويت التورتوني، وهو الآيس كريم المميز المرتبط بهذا المقهى. النبيذ شفاف، ضربات الفرشاة واسعة وملموسة. إنه الأمر المدهش مدى الوضوح الذي يحصل عليه هذا الفنان الانطباعي من هذه القطعة من الطلاء، وربما يكون الطلاء نفسه هو ما يود مانيه أن نركز عليه أنظارنا. هذا هو نوع من الوضع في منتصف اللحظة. من الواضح أن الرجل كان مشغولا بالخربشة أو الكتابة، لم يلمس حتى النبيذ الخاص به. والآن أرى احتمالين، إنه إما يسجل أن شخصا ما يراقبه، أو أنه يرسم أو يكتب عنك وقد ضبطته وهو يراقبك. لا يمكننا أن نقرر البقاء بعيدا عن أي شيء يحدث في هذه اللوحة، فنحن إما المطارد أو المطارد. تم استخدام هذه اللوحة الصغيرة والتي يبلغ قياسها أكثر قليلا من 25 سنتيمترا فاصل 4 على 33 سنتيمترا للتعليق في الغرفة الزرقاء الصغيرة المزدحمة في الطابق الأول من فندق غاردنر. رسم إدوارد مانيه لوحة في مقهى تورتوني في وقت ما من عام 1875، أي قبل عامين من وفاته. مانيه الذي يبلغ من العمر 51 عاما فقط عندما توفي، كان في الأربعينيات من عمره عندما رسم اللوحة في مرحلة نضجه الكامل. كان مانيه يتجول من مقهى إلى آخر باحثا عن أشياء ليرسمها في أيامه الأولى. كان في التورتوني، ثم لبضع سنوات في مقهى غاربوا مع الرسامين الذين أطلقوا على أنفسهم فيما بعد اسم الانطباعيين. كان يتردد على مقهى التورتوني أمثاله رينوار وديغا وبودلير وديورانتي وبروست والكثير من الأشخاص الرائعين الآخرين. تم افتتاح المقهى من قبل رجل يدعى فيلوني، ولم يكن قادرا على إدارة المقهى تماما مثل خليفته السيد جوزيبي تورتوني الذي وضع المقهى على الخارطة حقا. كل هؤلاء الأشخاص الرائعين والمحادثات المثيرة للاهتمام على كل طاولة، والآيس كريم في الصيف والشوكولاتة الساخنة في الشتاء. فقد كان عليك أن تكون من أهل تورتوني إن كنت تريد الانضمام إلى الجمهور الرائع. كان مانيه الأكثر شهرة أو سيء السمعة بسبب أعماله الأكبر والأكثر جرأة جنسيا، مثل غذاء على العشب والأولمبيا، لكن العديد من أعماله اللاحقة الأصغر حجما، وهي روائع تشكل صورة لمجتمع المقاهي المرسومة بمثل هذه العفوية، مثل اللقطات السريعة، وتجسد نوعا من التاريخ الاجتماعي لباريس في أواخر القرن التاسع عشر. في مقهى تورتوني هي مثال حي لهذا التصور، أبدعها إدوارد مانيه بأنامله المميزة، حيث تبعث اللوحة نوعا من الطاقة التي لا يمكن فهمها إلا على أنها ارتجاع شديد الاضطراب، إذ كان الجو ضبابيا، ولكن للحظة ما كان هناك مانيه مع السيد المجهول في مقهى كان يعج بالعقول الأكثر إبداعا في باريس عام 1875. في الساعات الأولى من يوم 18 من مارس سنة 1990، عندما كانت المدينة تحتفل بتراثها الأيرلندي في يوم القديس باتريك،
تعرضت لوحته في مقهى تورتوني للسرقة، إلى جانب عدد من الأعمال الفنية الأخرى من متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر، كما هو الحال مع جميع الأعمال الأخرى. يظل مكان وجود صورة إدوارد ماني الشهيرة غامضا. سرقت أعمال فنية بقيمة 500 مليون دولار من متحف إيزابيل ستيوارت غاردنر في بوسطن. تم قطع 13 عملا فنيا من إطاراتها وشحنها. كانت لوحتنا في مقهى تورتوني هي اللوحة الوحيدة المأخوذة من الغرفة الزرقاء خلال عملية السرقة التي استمرت 81 دقيقة. تم عرض اللوحة وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. بالإضافة إلى 12 لوحة أخرى سرقت من متحف بوسطن في عام 1990 للبيع في السوق السوداء في فيلادلفيا بعد 10 سنوات. يوجد لدى المكتب عدة مشتبه بهم، لكن حتى الآن لم يعترف أحد منهم بمعرفة مكان وجود اللوحة أو أي أعمال أخرى ومنذ وفاة أحد المشتبه بهم الرئيسيين، وكان واحدا من رجال العصابات المعروفين في بوسطن ولديه الصلات اللازمة للقيام بمثل هذا العمل. قد فقد أثرها، وقدم متحف إيزابيل ستيوارت غاردنر مبلغ 10 ملايين دولار لأي شخص يمكنه مساعدتهم في إعادة القطعة الأثرية. لكن في عام 1991 أصبح الأمر يبدو من المستحيل أن تظل لوحة في مقهى تورتوني موجودة. شكرا لمتابعتكم، وإذا أعجبكم هذا المحتوى المرجو الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك. شكرا لكم، وإلى فقرة جديدة.